هذه رؤية السلبية ربما بالنسبة لكم كما قلت قد ترونها مستقبلا ولكن ماشي من هذه العناصر ثلاثة أو أربعة تقريبا ضرورية بحال إلا قلنا مثلا بغينا نبني واحد الدار وخاصنا الرجل وخاصنا السير وخاصنا هذو هما الأساسيات باش نبنيو قسم. حوادث السير أدت إلى الكثير من القتلى في اليوم، أكثر من 200 في اليوم وأكثر من 500,000 في اليوم من الجرحى. حادثة خطيرة أدت لموت رب الأسرة الذي كان يعين أهله، فتوفي رب الأسرة وترك أبنائه متشردين، وكانت الأم في حالة مزرية بسبب الفقر الشديد الذي كانت تعاني منه، فأصبحت تعيش بالشارع هي وأبنائها، فأصبحت يوم من الأيام هذه الحادثة عبرة لجميع السائق. ونحن في شغف كبير للإطلاع على معلومات جديدة حول موضوع القصة القصيرة. انتظرنا وانتظرنا حتى ظننا أن الأستاذ لم يحضر، أحسسنا آنذاك بخيبة أمل. فجأة باغتتنا المؤبتات قائلة: لا تقلقوا، إن الأستاذ في طريقه إليكم. لا يكون حسبان حتى الدور ماشي ضروري نقول هذاك الشيء اللي وقع بين قوسين تكذب هذا يعني ماشي تكذب ولكن تبدل شيئا تخيلي خيال ماشي معنى تقول هذاك الشيء اللي وقع هذاك الشيء اللي وقع خلي هو غير اطرومي فعلا كل يوم تقع حوادث كل يوم قد يموت اشخاص في الطريق ولكن بالنسبه لنا ناخذ ما تعطيه المرطيات هي بشويه ماشي بحال التقرير ديال الصحفي ديالو في يوم 18 من صباح اما هذا التقرير هذا التقرير هنا القارئ تعطيه غير بشويه تفاصيل تعطيها غير بشويه كنا في شغف مزيان تفضل انتظرنا وانتظرنا حتى ظننا ان الاستاذ لم يحضر حادثه سير ثم هنا مثلا ان الشخص لم يعد قادرا على العمل ثم في النهاية أنه مثلا أصبح فقيا لأنه مقاش يعمل فأحب امرأة أخرى بحجة أن زواجه كان تقليديا ومبكرا هذه كلها مختصرة لاحظت جمل خمسة ديال الجمل بداية أتقدم بالشكر لجميع القائمين على دار البر بزيو الذين وفروا لنا المكان ووفروا لنا تلاميذ لإجراء هذه الورشة هذه الأمسية كانت مخصصة لتلاميذ أو تلميذات الإعدادي وقد حضرها حوالي 30 مستفيدا صراحة تعاملي مع تلاميذ الإعدادي على مستوى الورشات هو قليل مقارنة مع تعاملي مع تلاميذ الثانوي التأهيلي ولكن مع ذلك وجدت نماذج صراحة يمكن أعتبرها بذور أولية لمبدعات في هذه الأمسية فعلى مدى ساعتين تقريبا أو ساعتين وربع ساعة خلال هذه الأمسية قدمت لهن خطوات معينة في هذه الورشات من كتابة موضوع أو كتابة قصة حول موضوع معين أو حول موضوع واقعي أو متخيل أو حول تكثيف قصة طويلة أو توسيع قصة قصيرة جدا هذه النماذج أو هذه المستويات والمراحل الأربعة أعطت أكلها واستطعت أن أحصل على نماذج قصصية لا أقول بأن التلميذات 30 كلهن أبدعن ولكن على الأقل دائما وهذا هو المعول عليه خمس نماذج أو ست نماذج منهن استطعنا أن يبدعنا نماذج قصصية في المستوى وأتمنى أن يجدنا مستقبلا من يرعاهن ومن يطور تجربتهن القصصية والإبداعية على أساس أنه قد تكون لي أو ستكون لي أكيد عودة إلى دار البر بزيو خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الجمعة 30 مارس لاستكمال الورشة القصصية مع تلاميذ الثانوي التأهيلي الذين لم يحضروا هذه الأمسية لالتزامهم بالدروس خلال هذا اليوم.